اسالك سؤال يعني ما عندهم اي شيء ملموس ولا سوى كلهم ولدوا ولايتنا وكلهم ربعنا شنو هذا اللي بدي اساله اللي يرشح ماكو يدثون عليه دعايه بانه هذا من تم الغير ما ادري شنو ينعزف الناس عنه ولحظه والله الزفار حقيقه وتبقى المحاصصه هي اللي الثاني وبعد ابن عمي احنا دوله شيعيه الارض المخصوبه يصير بها صلاه طبعا لا حبيبي الامه دمرونا كلها تجاوز ليش يعني المسؤول يتجاوز وما حد يحاكي